تعرفي ان مشاكل كتير قوي زي الارق والامساك والارهاق والتعب المستمرين ممكن يكون حلهم بسيط قوي وفي ايدك. هشرح لك ازاي. نقص المغنيسيوم ليه علامات واضحه، هنتكلم عنها بالتفصيل النهارده، وازاي تعرفي لو انت عندك نقص في المغنيسيوم. بس الاهم انا جايه اعمل لك مقارنه سريعه بين اشهر الصيغ الموجوده في السوق، اللي منها الجلايسينيت والستريت والتوريت والاوكسايد والماليت والكومبلكس والهول فود. هقول لك ايه اسوأ نوع فيهم على الاطلاق علشان تتجنبيه، وايه افضلهم تماما، وايه اللي ينفع ليكي وممكن ما ينفعش لغيرك، لان كل صيغه وليها غرض معين من الاستخدام. وهقول لك انا شخصيا بستخدم ايه ودور المغنيسيوم في علاج الامراض المناعيه والحمايه من امراض خطيره ومزمنه، وافضل وقت ناخد فيه المغنيسيوم، واللي احيانا بيكون عكس المعروف. في انواع من المغنيسيوم ممكن تتاخد بالنهار، وفي انواع بتتاخد بالليل. وهقول لك كمان مين هم اكتر ناس محتاجين للمغنيسيوم من السبلمنت. هو الموضوع كبير قوي كده؟ لا خالص، احنا بس بنبسط المعلومه علشان نقدر نعيش بصحه بطريقه اسهل. لو انت اول مره تشوفيني تنسيش تعملي بقى لايك للفيديو، سبسكرايب للقناه، ويلا بينا نبتدي. انا اسمي ندى حرفوش ودي قناه والبين. المغنيسيوم واحد من اهم المعادن الاساسيه والضروريه جدا لجسم الانسان. المغنيسيوم ضروري لحوالي 300 عمليه حيويه بتحصل داخل الجسم، فقد ايه هو ضروري ومهم. وقد ما المغنيسيوم معدن اساسي ومهم جدا لعدد كبير قوي كده زي ما قلنا من العمليات الحيويه في جسم الانسان، قد ما غالبيه الناس بتعاني من نقص المغنيسيوم، وده لاسباب كتير اشهرهم واكثرهم شيوعا سببين. هما اول سبب انه الدايت بتاعنا او اكلنا ما فيهوش اكل بيحتوي على مغنيسيوم كفايه، اما بسبب ان احنا ما بناخدش اصلا الاكل الغني بالمغنيسيوم، وهنقول ايه هو الاكل ده دلوقتي، اما ان الاكل ده نفسه اللي احنا بناخده هو فقير بالمغذيات، ما فيهوش مغذيات كفايه. تاني سبب شهير جدا هو سوء الامتصاص. ناس كتير قوي بتعاني من مشاكل سوء الامتصاص، وده بيخلي اجسامهم ما تقدرش تمتص المعادن والفيتامينز بكفاءه من الاكل، ودي مشكله كبيره جدا، لان المغنيسيوم مهم قوي لكل العمليات اللي انا هكلمك عنها دلوقتي. المغنيسيوم مهم قوي لعمليه استقلاب الطعام او تحويل الطعام لطاقه، علشان كده هو مهم جدا لضبط معدلات سكر الدم، في حل مشاكل مقاومة الانسولين. مهم جدا للعضلات علشان دعم عمليات انقباض وانبساط العضلات بكفاءة، وده بيخليه مهم جدا لتنظيم مستويات ضغط الدم وصحة القلب والاوعية الدموية. هو كمان مهم جدا لدعم النواقل العصبية اللي بتنقل الاوردرز من المخ للجهاز العصبي، علشان كده هو بيساهم في تحسين المزاج وبيقلل التوتر والاكتئاب، وبيعتبر مهدئ طبيعي، بيقلل من نوبات الصداع خاصة المايجرينز او صداع النصفي. المغنيسيوم كمان مضاد فعال جدا للالتهاب، مهم جدا لصحة العظام لان هو بيدعم استقلاب الكالسيوم وفيتامين دي اللي هم اساس صحة العظام. طيب ايه هي اكتر الاطعمة الغنية بالمغنيسيوم؟ عندنا بذور قرع العسل، بذور الشيا، السمسم، اللوز، السبانخ، السلمون، الافوكادو، البروكلي، الكيل، اللحوم الحمراء، كل الحاجات دي غنيه بالمغنيسيوم. الفكره انه حتى الاطعمه الغنيه بالمغنيسيوم كميه المغنيسيوم اللي فيها مش كفايه ان احنا ناخد منها الحصه اليوميه اللازمه، اللي هي بتكون حوالي 400 ملي جرام للشخص البالغ. الجرعه دي في حاله ان الشخص سليم، يعني مش بيعاني من مشكله صحيه معينه، مش بيعاني من اضطراب مناعي، لانه في الحالات دي الجرعه اليوميه المطلوبه بتكون اكبر من كده. يعني مثلا بذور قرع العسل كل 100 جرام منها بتحتوي على 90 ملي جرام بس من المغنيسيوم. 100 جرام على فكره دي كميه كبيره مش صغيره، وفي نفس الوقت هي ما فيهاش ربع الجرعه اللي احنا محتاجينها من المغنيسيوم في اليوم الواحد. كل 100 جرام من الافوكادو بتحتوي على 29 ملي جرام بس من المغنيسيوم. كل 100 جرام من السلمون بتحتوي على 27 ملي جرام فقط من المغنيسيوم. الكيل اللي هو من اكتر السوبر فودز الغنيه بالمغنيسيوم، كل 100 جرام منه بتحتوي على 47 ملي جرام من المغنيسيوم. على فكره 100 جرام من الكيل دي برده كميه كبيره جدا، لان هو من الخضروات الورقيه وزنه بيكون خفيف قوي، ف100 جرام دي كميه كبيره، علشان كده بيكون صعب ان احنا ناخد كل احتياجنا من المغنيسيوم من الاكل، لان هنحتاج كميات كبيره جدا من الاكل اللي هو اصلا غني بالمغنيسيوم، فمين يقدر ياخد كل الانواع دي من الاكل بالكميات دي كل يوم؟ علشان كده نقص المغنيسيوم مشكله شائعه جدا، غالبيه الناس عندهم كتير من اعراض نقص المغنيسيوم لكن ما يعرفوش، لان محدش بيربط بين الاعراض دي وبين ان احنا عندنا نقص في المغنيسيوم. تعالوا نتكلم شويه عن اعراض نقص المغنيسيوم، وبعد كده ندخل في مقارنه بين انواع المغنيسيوم وازاي نختار افضل نوع. ازاي اعرف لو انا عندي نقص في المغنيسيوم؟ ايه الاعراض اللي ممكن تظهر عليا؟ اولا المشكله الاكثر شيوعا وانتشارا الامساك. يا جماعه الامساك مش مشكله عاديه، مش مشكله بسيطه نتعايش معاها، الامساك مشكله كبيره، لان هي دليل على ان في مشاكل كبيره بالفعل موجوده في الجسم، لو ما اتحلتش بتجيب امراض مناعيه وبتجيب امراض مزمنه. انا مش بخوف حد، بس لازم تبقوا واعيين للمشكله دي. لو عندك امساك او لو عندك امساك لازم تعرفي سبب المشكله وتحليها. الامساك واحد من اعراض نقص المغنيسيوم، لان حركه الامعاء الانقباض والانبساط فيها ما بيكونش مظبوط قوي لو احنا عندنا نقص في المغنيسيوم. الارق وصعوبه النوم والتقلبات المزاجيه، ارتفاع ضغط الدم والصداع، كمان الشد العضلي والكرامبس. عشان كده اي حد بيتمرن لازم يتاكد ان هو بياخد حصته الكامله اليوميه من المغنيسيوم. عدم انتظام مستويات سكر الدم، بطء الحرق، واحيانا ظهور مشاكل مرتبطه بعمليه استقلاب الطعام زي مقاومه الانسولين مثلا، الام
هشاشه العظام، لان زي ما قلنا المغنيسيوم بيلعب دور مهم جدا في عمليه استقلاب الكالسيوم وترسيبه في العظام. علشان كده المغنيسيوم بيكون مهم بشكل خاص جدا للنساء في سن بعد انقطاع الطمس. لو انا عندي اكتر من عرض من الاعراض دي واضح جدا وبيأثر على جودة حياتي، ده معناه ان انا بالفعل عندي نقص شديد جدا في المغنيسيوم. طيب لو انا بالفعل عندي نقص في المغنيسيوم وعايزة اخده من السبلمنتس، ازاي اختار؟ في انواع كتير جدا واشكال كتير في السوق وفي صيغ مختلفة كتير، ازاي اختار افضل نوع منها؟ الحقيقة انه فعلا في انواع وصيغ كتير من المغنيسيوم وفي اكتر من صيغة كويسة ونقدر نستخدمها، لكن اللي بيحدد ايه هو النوع او الصيغة الافضل ليا هو المشكلة اللي عندي اللي انا عايزة احلها بتعويض المغنيسيوم. هنوضح دلوقتي ايه هي الصيغ دي وكل صيغة فيهم افضل لايه وامتى وازاي ناخدها وايه هي الجرعة المطلوبة. اولا المغنيسيوم جلايسينيت. المغنيسيوم جلايسينيت يعتبر الصيغة الافضل من المغنيسيوم، لان هو اولا جيد جدا من حيث الامتصاص، اجسامنا عندها القدرة على امتصاص الصيغة دي بشكل كويس. ايه تاني بيميز المغنيسيوم جلايسينيت؟ ان هو بيحسن امتصاص الامينو اسيدز، ودي مهمة جدا لبناء الجسم وبناء العضلات. علشان كده لو انت بتتمرني مثلا وبتحاولي تعملي شيب معين، او حد بيتمرن وهدفه ان هو يزود المسل ماس بتاعته، يبقى افضل صيغة ليه من المغنيسيوم هي المغنيسيوم جلايسينيت. تالت حاجة بتميز المغنيسيوم جلايسينيت هو قدرته على تحسين المزاج وجودة النوم. لو بتعاني من اضطرابات القلق، الاكتئاب، الارق، عايزه تحسني صحتك النفسيه بشكل عام، المغنيسيوم جلايسينيت هو الصيغه الافضل ليكي. وعشان كده بيكون افضل وقت لتناول المغنيسيوم جلايسينيت هو قبل النوم بالليل. ثانيا المغنيسيوم سيتريت، دي الصيغه الاشهر والاكثر انتشارا من مكملات المغنيسيوم، هي متوفره اكتر وسعرها ارخص. طيب ايه بيميز المغنيسيوم سيتريت؟ اولا جوده الامتصاص، الصيغه دي برده سهله على جسم الانسان امتصاصها وما بتسببش مشاكل للجهاز الهضمي. ثاني واهم حاجه بتميز المغنيسيوم سيتريت ان دي الصيغه الافضل لو انا عندي مشكله امساك، دي اكتر صيغه بتساعد على حل مشاكل الامساك. بمعنى لو انت عندك امساك وهتشتري مغنيسيوم من السبلمنتس، ما تدوريش على صيغه الجلايسينيت، السيتريت افضل في حالتك، افضل لهدفك ولحل مشكلتك الصحيه اللي موجوده دلوقتي. وهو ده الاساس اللي احنا بنختار بناء عليه افضل نوع مغنيسيوم، هو ايه افضل نوع لينا. لو بعاني من الامساك السيتريت افضل، لكن لو انا بعاني من الارق او القلق فالجلايسينيت افضل. ثالث حاجه بيعملها المغنيسيوم سيتريت ان هو بيساهم في حل مشكله الصداع، خاصه المايجرينز او الصداع النصفي. دي مشكله بتواجه ناس كتير من المصابين بالفايبروميالجيا، وغالبا بيكون عندهم نقص في المغنيسيوم. المشكله دي بتبدا تتحل بالتدريج لما بناخد جرعات كافيه من المغنيسيوم لمده طويله. افضل وقت ناخد فيه المغنيسيوم سيتريت هو في وقت بدري خلال النهار، ممكن ناخده بالليل برده مفيش مشكله، بس هو الافضل ان هو يتاخد خلال النهار. ثالث صيغه هي المغنيسيوم توريت، دي صيغه مختلفه من المغنيسيوم بتحتوي على نوع من الاحماض الامينيه اسمه التوراين. المغنيسيوم توريت برده كويس جدا من حيث الامتصاص، لكن ايه هي اكتر حاجه بتميزه؟ ان هو فعال جدا جدا في تحسين مستويات ضغط وسكر الدم، تحسين صحه القلب والاوعيه الدمويه. انا بنصح بالصيغه دي جدا لاي شخص بيعاني من الميتابوليك سندروم. يعني ايه الميتابوليك سندروم؟ لسه هنتكلم عنها بشكل مفصل اكتر في حلقه تانية، ولكن باختصار شديد هي بتظهر في صوره زياده في الوزن، ارتفاع في ضغط الدم، سكر او مقاومه انسولين، كوليسترول مرتفع، ودهون في منطقه البطن. اي حد عنده 3 من الاعراض دي هو غالبا بيعاني من الميتابوليك سندروم، والمغنيسيوم توريت بيكون مهم واساسي جدا ليه. المغنيسيوم توريت هيكون مفيد جدا كمان لاي حد بيتمرن وعايز يعلي البرفورمانس بتاعه في التمرين. رابعا المغنيسيوم ماليت، دي برضو احد الصيغ الجيده من المغنيسيوم. طيب هي كويسه لمين؟ المغنيسيوم ماليت هي الصيغه الافضل للناس اللي بتعاني اولا من الفايبروميالجيا. لو انت كمان بتعاني من الريستلس ليج سندروم، او بالعربي بيبقى اسمها متلازمه تململ الساقين، الناس اللي بتحس بعدم راحه في رجليهم وان هي فيها احساس غير مريح يشبه شويه التشنجات، ما نقدرش ننام منه، في ناس ما بتقدرش تنام لدرجه في ناس بتقوم تجري وتمشي في نص الليل من كتر ما هو احساس مزعج. كمان اي حد بيتكرر عنده الشد العضلي والكرامبس كتير، لو عندك مشكله من المشاكل دي يبقى المغنيسيوم ماليت هي افضل صيغه بالنسبه لك. المغنيسيوم ماليت عنده مشكله واحده بس، ان هو بيعمل لبعض الناس احساس بعدم الراحه في الجهاز الهضمي، ممكن يعمل انتفاخ، ممكن يعمل اسهال، لكن هل ده بالضروره يحصل مع كل الناس؟ لا. خامسا المغنيسيوم اوكسيد، دي تقريبا اكتر صيغه انا مش بنصح حد بيها، لان هي اولا سعرها غالي، ثانيا امتصاصها سيء جدا. هي على فكره موجوده ومتوفره في السوق وسعرها مش رخيص، لانه في ناس بتفتكر انه طالما النوع ده غالي يبقى كويس. لا مش بالضروره خالص، مش شرط، لازم انا اكون عارفه وعندي فكره كويسه عن الصيغه اللي انا بشتريها، هو ده اللي بيحدد جودتها مش السعر. سادسا المغنيسيوم كومبلكس، ايه هو المغنيسيوم كومبلكس؟ هو الحقيقه مش نوع واحد او صيغه واحده، هو بيبقى مركب من اكتر من صيغه من المغنيسيوم. كل شركه بقى بتعمل الفورمولا الخاصه بيها، يعني ممكن تلاقي كذا منتج كلهم اسمهم مغنيسيوم كومبلكس من انتاج اكتر من شركات مختلفه، ورغم ان هم كلهم ليهم نفس الاسم ولكن كل نوع فيهم جاي من صيغ مختلفه. يعني مثلا في شركات بتعمل فورمولا مغنيسيوم كومبلكس المغنيسيوم سيتريت واوكسيد، في شركات بتعمل مغنيسيوم جلايسينيت وماليت وتوريت، دي فورمولا واحده، في شركات بتعمل مغنيسيوم سيتريت ومغنيسيوم ماليت
فورمولا واحده وهكذا. هنا ايه اللي بيحكم؟ معلوماتك عن الصيغ دي والبادجت بتاعتك، لانه طبعا كل فورمولا وكل شركه بيكون ليها سعر مختلف، فكل واحد بيختار الصيغ الانسب ليه وللبادجت بتاعته. اخر نوع هكلمكم عنه هو النوع اللي انا شخصيا بستخدمه، لانه في اسئله كتير بتجيلي رشحي نوع انت جربتيه او نوع بتثقي فيه. انا جربت انواع كتير بس انا حاليا بستخدم النوع ده، وهو فعلا من افضل الانواع اللي انا جربتها. يا رب بس الكاميرا تجيب. ده هول فود ماجنيزيوم. هول فود يعني مستخلص من طعام كامل، ودي بالنسبه لي انا اكتر فورمولاز من السبلمنتس عموما بحبها الهول فود. النوع ده جاي من صيغه اسمها ماجنيزيوم شيليت او الماجنيزيوم المخلبي. ده بيتميز بانه اولا من افضل الانواع من ناحيه الامتصاص واستفاده الجسم، ثانيا هو بيحمي تماما من مشكله نقص المغنيسيوم، ثالثا ودي اهم ميزه فيه المغنيسيوم شيليت ان هو بيسمح للجسم بامتصاص افضل لعناصر غذائيه تانية كتير، فمش بس بيحسن مستويات المغنيسيوم، لا لو انا عندي نقص في اي نوع تاني من المعادن او الفيتامينز بيحسن قدره الجسم على امتصاصها. ده اللي بيعمله المغنيسيوم شيليت ايا كانت الشركه المنتجه. طيب انا ليه بحب النوع ده بالتحديد؟ اولا لان انا بثق في منتجات جاردن اوف لايف، بجد هي من افضل الشركات من حيث كواليتي منتجاتها، وده يا جماعه مش اعلان للشركه، يا ريته كان اعلان. وهي على فكره مش تهمه عامه، يعني لو انا بعمل اعلان المهم ان المنتج اللي انا بتكلم عنه يكون منتج جيد وفعال، بس هو مش اعلان، وانا يعني حتى العلبه دي انا شاريها بفلوسي فهو مش اعلان. ثانيا ان المنتج ده بيحتوي على البروبيوتيك، وانا اي حاجه فيها بروبيوتيك انا دايسه، لان دي اكتر حاجه بتدعم صحه بكتيريا الامعاء اللي هي تقريبا يعني صحتنا كلها. ثالثا المنتج ده نون جي ام او، غير معدل وراثيا، جلوتين فري، شوجر فري، مفيهوش جلوتين مفيهوش سكر. طبعا هو باودر مش كبسولات، هو باودر. طعمه بيرز وليمون، فدي حاجه لطيفه جدا، لانه اغلب الحاجات اللي انا بستخدمها اللي انا باخدها يعني بصراحه طعمها هيقرف. هي السوبر فودز والسوبر جرينز دايما مبقاش طعمها احسن حاجه، بس هي مفيده جدا. رابعا السيرفنج سايز منه سكوب واحد بيدين 350 ميلي جرام، فدي جرعه كافيه جدا جدا. هو فعلا غالي شويه، اي حاجه هول فود عامه بتبقى غاليه شويه عن العادي، بس انا عامه اختياراتي في الحياه صحه اكتر منها فلوس، يعني بشوف الصحه اهم وبصراحه بستثمر فيها اكتر. مش لازم كلنا نعمل كده، اختاري النوع المناسب ليكي وللبادجت بتاعتك، المهم ان هو يكون مناسب للحاله الصحيه اللي عندنا. بس لما تيجي تشتري خلي بالك ان اغلب انواع المغنيسيوم الموجوده في السوق بيبقى السيرفنج سايز بتاعها تقريبا 3 كبسولات علشان نقدر ناخد نفس الجرعه دي. هي مش حاجه وحشه، انا بشكل عام بفضل في السبلمنتس الحاجات اللي بتبقى باودر وهول فود زي ما انا وريتكم. طبعا انتوا مش لازم خالص تجيبوا النوع ده، تقدروا تستخدموا اي نوع، تقدروا تجيبوه من اي مكان، المهم ان احنا نتاكد ان الصيغه بتاعته مناسبه لينا وان الشركه المنتجه بتوفر زي ما شرحت لكم قبل كده رقابه طرف ثالث ماتيريالز بكواليتي عاليه. طالما احنا كده كده بندفع فلوس وبنستثمر في السبلمنتس يبقى احنا لازم نتاكد ان احنا بناخد كواليتي محترمه. قد ايه الجرعه اليوميه من المغنيسيوم؟ متوسط الجرعه اليوميه بيكون حوالي 400 ملي جرام من اي صيغه من اللي احنا اتكلمنا عنه. المغنيسيوم ووتر سوليبل مينرال، يعني هو بيدوب في الميه، فبناخده مع كوبايه ميه بعيد عن الوجبات يا جماعه. اخر سؤال هنجاوب عليه، مين الناس اللي انا بنصحهم جدا بشكل خاص بمكملات المغنيسيوم؟ اولا اي حد بياخد جرعات علاجيه من فيتامين دي 3، يعني 20 30 50 الف وحده لازم ناخد مغنيسيوم، لانه فيتامين دي بيرفع كفاءه الجسم جدا في امتصاص الكالسيوم، وبالتالي بنحتاج للمغنيسيوم علشان الجسم يقدر يستقلب الكالسيوم ده كويس ويرسبه في الاماكن الصح. وطبعا ده معناه كل حد بيعاني من مرض مناعي او مزمن. ثانيا مرضى الفايبروميالجيا والتهاب العضلات. ثالثا مرضى السكر ومقاومه الانسولين والميتابوليك سيندروم. رابعا اي حد بيعاني من ارتفاع ضغط الدم. خامسا لو عندنا نوبات صداع او صداع نصفي متكرره وملهاش سبب محدد، غالبا هيبقى ليها علاقه بحاجه من اللي احنا لسه ذكرناهم دلوقتي. سادسا اي حد بيتمرن هاي انتنسيتي ورك اوت، كل الناس دي محتاجه المغنيسيوم جدا، كمان الستات فتره بعد انقطاع الطمس بيكون مهم جدا ليهم زي ما قلت. اتمنى ان الحلقه دي تكون خفيفه وتكون عجبتكم. لو عجبك الفيديو ده ما تنسيش تعمل لايك للفيديو، سبسكرايب للقناه على اليوتيوب، ما تنسيش تشارك الفيديو ده مع اي حد تحب ان المعلومات دي توصل، ولو عندك اي سؤال او في اي موضوع حابه ان احنا نتكلم فيه سيبهولي في الكومنت، ولو عايز تاخدي فكره عن البرامج هتلاقي اللينك موجود في الديسكريبشن. اشوفكم الفيديو الجاي، باي باي.